السلام عليكم، معكم دكتور طارق الجراح، أخصائي جراحة العظام والفص والعمود الفقري في ألمانيا. حبيت أشارككم هذا الفيديو القصير عن بعض المعلومات وبعض الأشياء اللي ممكن تفيدكم بخصوص طريق ألمانيا. بالبداية، أنا خريج جامعة اليرموك سنة 21، دفعة أدرينالين. بلشت دراسة اللغة الألمانية في السنة السادسة، ولكن كنت مشتت وقتها من أكثر من طريق. بعدها خلال فترة الامتياز أنا درست اللغة وخلصت فترة الامتياز، كانت معي جميع الشهادات. وبعد الامتياز بأربع خمس شهور أنا سافرت مباشرة إلى ألمانيا. ليش يا دكتور اخترت طريق ألمانيا؟ أنا اخترت طريق ألمانيا لعدة أسباب. أول شيء، من وجهة نظري هو أضمن طريق ممكن، الأوفر ماديا، فيه فلكسبيليتي كثير عالية في ألمانيا من ناحية التخصصات، أقصر طريق. حاجز الوحيد في طريق ألمانيا هي اللغة، هي صعبة لكنها مش مستحيلة. أول ما وصلنا هناك كنت أنا مسافر أنا ومجموعة مع الشباب، سكننا في بيت، حجزت امتحان المزاولة الألمانية اللي هو الفاخشباخوفونغ، وبلشت أحضر له جدول دراسي وإلى آخره. من ناحية ممارسة اللغة في البداية واجهنا كثير صعوبة، لأنه أضعف إشي عندنا كان هو الجزء السماعي، وأتوقع أنه أغلب اللي سافروا على ألمانيا كان واجه مشكلة في الجزء السماعي، لأنه أنت كنت لما تتدرب في الأردن أو تدرس في الأردن وإلى آخره كنت تسمع اللغة من ناس أجانب مش ألمان، فطبيعي لما تروح على البلد الأم وتسمع لغتهم الأم أو ما بيسموهم الموتشبخاخ، فالإشي راح يكون عندك أصعب. لكن مع الوقت الإشي كثير بتحسن، فادنا كثير. كنا صاحبنا شخص ألماني وكنا نحكي معه بس بالألماني، وكنا نحكي له إذا غلطنا صح حلنا وإلى آخره، ففادنا كثير. لكن كثر الممارسة بتفيدك وبتحسن طريقك من جميع النواحي. يعني من بعض الصعوبات اللي واجهناها هون الصراحة هو لازم تكون إنسان أنت متدين، علاقتك في ربك كثير جيدة، لأنه اللي أنت كنت متعود عليه في الأردن أو في تربيتك أو في بيئتك أنه الحرام حرام والحلال حلال، هون تكتشف أنه الحلال حلال حرام والحرام حلال، فالموضوع معكوس. لكن الحمد لله رب العالمين، يعني ربنا بحفظنا، وطول ما كنت نيتك صافي يعني وعلاقتك في رب العالمين جيدة. بالنسبة للاختصاص في ألمانيا، الإشي الحصول على مقعد إقامة إشي سهل، ممكن يحتاج شوية وقت لكنه شبه بنسبة 99.9% مضمون لأنه الكمال لله. الاختصاصات متنوعة، في منها بعضها بتحتاج الخبرة، لكن بشكل عام الإشي سهل. الإشي اللي بيفرق إنه في ألمانيا ضغط جدا كبير من ناحية الشغل. الشعب الألماني كثير بحب الشغل بشكل أنتم ما بتتخيلوه، وكثير بحب يشتغل بسرعة وينجز بسرعة، وهذا إشي إحنا ما كنا متعودين عليه في الأردن. لكن بشكل عام الوضع ممتاز. من الأشياء اللي ممتازة جدا في ألمانيا ومن وجهة نظري الخاصة، إنه ما في عندك امتحان إقامة كل سنة. هي سلاح ذو حدين، لكنك انت اذا كنت جاي تتخصص وعارف ليش جاي فطبيعي انك تدرس، بس امتحان اخر الاختصاص بتمتحن فيه والى اخره. من المميزات ما في هون سب سبيشاليتي، انت بتقدر تفوت السب مباشره، مثلا بدل ما اتخصص باطني وبعديها اكمل جهاز هضمي، انا بقدر افوت دايركت جهاز هضمي. تمام. طيب، هل يا دكتور هاي راح يعدلوا لي اياها في الاردن؟ انا سالت المجلس الطبي راح يعدلوها، بشرط انك تشتغل سنتين على تخصصك في ألمانيا. بشكل عام طريق ألمانيا جميل، طريق ألمانيا جميل، طريق ألمانيا ممتاز. صعوبتها فقط اللغة، لكنها مع الوقت ومع الممارسة راح تتحسن كثير، لأنه أنت يعني راح تصير حياتك بس تسمع ألماني وتشوف ناس ألمان وتحكي بس مع ألمان، فطبيعي أنك مع الوقت أنك تتحسن يعني، وقد ما تشتغل حالك أكثر قد ما تتحسن. بعرف انه الفيديو قصير شوي، فيديو سريع، لكن اتمنى اني اكون يعني افيدتكم ولو شوي. شكرا كثير لكم جميعا، وربي يوفقكم ويسر اموركم، ونشوفكم دكاترة في احسن الاماكن سواء في المانيا او غيرها. بالتوفيق جميعا، ويعطيكم العافية، والسلام عليكم.